مرحبا. طقس بداية الأسبوع ما رح يفرق كتير عن طقس الويكند، فسيناريو نهار الأحد رح يتكرر تنين، الشتة والعواصف الرعدية والرياح الناشطة حاضرين، والحرارة رح تبقى أوطى من معدلاتها الموسمية. الرياح جنوبية بتوصل سرعتها لل 50 كيلومتر بالساعة. ببيروت الحرارة بتسجل 26 درجة، 23 بدير القمر، 26 بسور، أما زحليفة 21 درجة. نسبة الرطوبة على الساحل عم بتسجل 60%. كيف رح يكون طقس بداية الأسبوع؟ التنين بيكون الطقس ممطر بالإجمال خلال النهار، والأمطار بتكون غزيرة ببعض الأوقات ومترافقة بعواصف رعدية. بالليل بتتراجع حدتها شوي. التلاتة الشتاء بيكفي بالقسم الأول من النهار، بس بالقسم الثاني الطقس بيتحسن تدريجيا. أما الأربعة والخميس فالأجواء بتبقى متقلبة والحرارة بتستقر على 26 درجة. هذا كان كل شيء. تصبحوا على خير.